دايما مشاعر الود والحب بتبقى موجوده في دوله الامارات، لان احنا فعلا بامانه بنستشعر ان احنا في بلادنا، ودي بتدينا احساس بالمسؤوليه اكبر. وزي ما السيد سفير قال، النادي المصري والنادي الاهلي ناديين كبار ليهم تاريخهم، واعتقد ان هما الاثنين عليهم مسؤوليه كبيره جدا قبل المكسب والخساره في ان هما يقدموا صوره مشرفه جدا للكره المصريه، ويؤكدوا ان تكرار اقامه السوبر المصري في دوله الامارات دي حاجه ناجحه جدا، وحاجه يعني ادت الدور بتاعها او النتيجه بتاعتها. واحنا نتمنى ان شاء الله ان احنا مع جماهيرنا ان احنا نسعدهم ونقدم حاجه كويسه قوي تشرف النادي الاهلي وتشرف الكره المصريه باذن الله تعالى. الحمد لله احنا اول سوبر اتلعب هنا من سنتين، ربنا وفقنا واحفظناه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق هذه المره ونسعد جماهير النادي الاهلي باذن الله تعالى، ونقدم حاجه يعني تشرف النادي الاهلي وتشرف الكره المصريه باذن الله.